فقط ساعة، لكن ما يعتمد على الساعة. الموضوع حسب فهمكم، حسب فهمكم. الموضوع أدرينال، أدرينال جلاند، الفانكشن من أدرينال جلاند. الادرينال جلاند تكون مثل ملكة فيدباك، هذا في توتين سكريت اي سي تي اتش ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. ادرينو كورتيكو هرمون وين راح يروح؟ الادرينال. هذا ادرينال راح تفرز كورتيزول، مثل الفاكشن ما الكورتيزول. عندي كورتيزول، إذا صعد الكورتيزول ات نورمال ليفل راح يصير عندي نيجاتيف فيدباك، وإذا صعد نقص الـ ACTH أعطيني بوزيتيف فيدباك. هل تفهموا؟ واضح. هل ذاك الاختبار أول اختبار طيب نقص فيدباك بوزيتيف فيدباك. إذا زاد عندي ICTH راح يعطيني بوزيتيف. راح تصعد الأقمار وترد وبعد ما كان. هسه ناخذ كوشن. شنو كوشن؟ الكوشن سوري من يزيد اي سي اتش راح يعطيك كوشن سوري. كوشن سوري افا تزيد اسمه كوشن. شنو السندروم؟ السندروم يختل شنو السندروم؟ يعني مالتيبل اورجان او مالتيبل سايت شديد عدد اعضاء تعرفها. هسه انا صار عندي كوشن سندروم. شنو الكوشنج سيندروم؟ الكوشنج سيندروم هو ابنورمال اوبيسيتي. ابنورمال اوبيسيتي سير اوبيسيتي لكن ابنورمال. قبل ما اخذ كلينيكال فيتشرز شنو ليش يصير عندي كوشنج سيندروم؟ ليش يصير كوشنج؟ يا اما كوشنج سيندروم يصير برايمري كوشنج، يعني ديزيز البيتوتال بيتوتال جلاند ديزيز برايمري من بيتوتال. شنو كوز مال بيتوتال؟ يعني هي اسوي واحد تفكير لوجيك، يا اما بتوتري تيومر من جهه الاي سي ليش يجي ما بتوتري 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 تيومر. البتوتري جلاند بيو تيومر از بارت لا سيكريت اس بي اتش، بتكرس اس بي اتش هاي بيرسنتج نسبه عاليه تكرس اس بي اتش سيكريت. الاس بي اتش راح يروح عند هنا راح يفيس مور كورتيز راح يصير عندك كشك. اذا هذول بتوتري تيومر. السكند كوز اكتوبيك. اكتوبيك يعني خارج اكتوبيك خارج بتوتري اذا تيومر. التيومر صار عند واحد سيعمل تيومر سرطان رئاسة كذا. هذا التيومر السكند هو تيومر انفولنتري انفولنتري يعني بدون سيطرة راح يفرز مالتيبل ماني تايبس اوف هرمونز. يفرز هرمونات اشكال اشكال هرمونات. واحد من عندها اي سي تي اتش. الاذر كوزز ياتروجينيك اتروجينيك يعني يدوس باي دكتورز مو انت يعني اقصد انت لا اكسيدنت. مثلا جاب بيشن روماتويد ارثرايتس روماتيس برونكيال اسما او فتشي اوتو ايمون ديزيز تنطي اس اثيرابي اس اتريتمنت اي سي تي اتش فراح شنو السايد افكت مالها يطلع عندي كوشنج سندروم. اذا هسه البرايمري يا اما بتوتري تيومر يا اما اكتوبيك اوتسايد بتوتري او ياتروجينيك يدوس باي دكتورز يعني تبي تسوي انت تسوي سكندري. السكندري السكندري ادرينال اجلاند ات ذا ادرينال اجلاند يعني بتوتري ما له علاقه ادرينال المشكله بالادرينال. شنو كوز مالها؟ ادرينال ادينوما.
ادرينا كارسينوما اياتروجينيك ادرينا ادينوما واضحه وكارسينوما ايضا واضحه الكارسينوما يعملنا وادينوما بينال اياتروجينيك اياتروجينيك اذا تعطيني اعطي برايزولون البريزون هذا غير كمان انا عندي بيشنت مني بيشنت صار كوشي مو كوشي يعني ابنورمال اوبيسيتي الكورتيزون شو الفاكشن مع الكورتيزون شو اللي يصير الاوبيسيتي موبيلايز ذا فات موبيلايز ذا فات فروم ذا لوور تو الابر يعني الفات يحرك الفات مو من الابر ويخليها في الابر بارت فالفيس فيس مارون فرد الفيس فرد النك الشيس الابر بارت اوف ذا بودي لكن شوف الريك اسفن ليش؟ سوبيريس اوبس يعني سمنه كالي سوبيريس موبيلايز ذا فات فروم ذا ليفر تو ذا ابر واكو فيميل اكو هم الميل ياخذون دكسون ياخذون دكسون حتى شو يصير فات الفيس فل واكو اولد ايج اولد ايج برونكيال اسيد انا اعطيها برايزول فلفت كل تيجي كل فتروس جيت يوم وش صار عبارة تفاح فل وتحسن حتى تنزل عنها فل جيت تجي من الشاي وباكر تمشي يعني تجي قسمي هذا فس اسمه سوبيريس يعني كاد هذا تروجينيك واضحة أدينا تنوى القسمة هذا صار عندي أنا الكوز ما أنا أعرف شنو الكوز ما كوشي وسدر شو أعرف هذا البيشنت كوشي شنو كلينيكال فيتشرز خليك عندك سسبشن الاوبيسيتي الاوبيسيتي مالهم لايك ابل على ماتش استيك مثل ما شايف تفاحه على العود تفاح على العود هالشيء كسر لهم اوبيسيتي الكريكال فيتشر مالهم شو؟ اكني اكني تعرفون اكني حب الشباب يسعدهم هيرسوتيزم فيس هيرسوتيزم شو؟ هيرسوتيزم هيرسوتيزم هو هير هيرسوتيزم لكن شنو؟ اب نورمال يعني نورمال الميل ما نقول عليه هيرسوتيز اب نورمال هير ان اب نورمال ساي مثل فيميل ما يساعدهم لكن يساعدهم هيرسوتيز يعني اب نورمال هير ان اب نورمال ساي هيرسوتيز يساعدهم اوبيسيتي الاوبيسيتي شنو؟ الابر بارت اوف ذا بودي الليك ايش هو الليك تكون ثين فالبيشن اشوف البيشن وشو صاير اوبيس وشو فين اكلي استراي استراي الابدون شو استراي؟ استرايا شلون سكار بس شنو مصير اوبيس الفيميل اكيد شايفين وقرايبكم حالكم بريجنانت البريجنانسي يصير عندهم استرايا اكو واحد اوبيسيتي اذا شوف واحد مثل الميل واحد واحد اهل شوف استرايا تصير بريجنانت ليش بريجنانت؟ والدوم ديستندد الكونكتيف تشو مال سكن تقطع فصير هالشكل هذا واخر شيء اعطيك مثال عليها شلون انت مثلا مرات قميصك مو ينشك بشكل كامل مو يظل بس الخط مشابه هذا الخط هالشكل الخط هاي ستراي اذا شنو واحد الاوبسيتي ستراي الابدومن وعفن هاي اسوي ستراي اكو شكل ستراي disruption of the connective tissue of the skin تقطع حتى شو تعطي مجال الابدوم تستند هذه ستراي اقول اشوف رجلي اشوف رجلي شو رجلي اشوف رجلي فين يسوي شنو اخ اظهر ان شاهد بشي حتى البفالو بفالو ها البفالو البفالو جاموس تعرفوا بفالو بفالو جاموس الجاموس شاري جاموس انا ما شاهد تلفزيون الجاموس زي السنان مربوط السنان مع الجاموس هذا الهمب السنان جاموس إذا مش هاي جامس أثورها مثل بفالو هم أول شوف ربطتك بعد بفالو يكبر يعني حلو هذه كلينيكال فيتشرز مال كل شيء سدوا هسه على شو كلينيكال فيتشرز طبعا اسم دايابيتس هايبرتنشن اوستيوبروز اذر فيتشرز لكن هذه الاشياء شوفها شوفها بعينك الاذر هسه انا عرفت شنو كل شيء سدوا شنو برايمري شنو سكندري شنو كوز باك كل شيء سدوا وشو الكلينيكال فيتشرز مالتي اجي هسه اسوي شلون اسوي انفستيجيشن شلون هذا الفيشن اقول لك فين كوشنج
investigation راح نقسمها للفهم نقسمها two parts two parts first part part confirm the diagnosis أول شيء فين كل شيء يصير ليش أصلا لأن أصلا differential diagnosis شو differential diagnosis يعني الأشياء تشبهها مثلا جاء الواحد قال عندي معدتي توجعني يجوز مرض يجوز بنكرياس يجوز جلطة قلبية يجوز حموض عالي هذه الأشياء تشبه نسمي differential diagnosis فdifferential diagnosis مع كوشينج normal obesity واحد normal obesity تشبه كوشينج سيرام أو هو نفسه كوشينج أو بشي شنو يجي alcoholic alcoholic يصير عنده abnormal obesity abdomen السيد abdomen والفيس هذا differential يعني الأشياء تشبه هذا هسا أنا first part الجزء الأول من investigation أشوف هذا البيشن هو really have has Cushing syndrome or not شو يصير له؟ يصير له loss of circadian rhythm loss هسا شو هذا loss of circadian rhythm أكو هرمونز يصير فيها circadian شنو؟ يعني at night higher than at morning أو أتمرن هاير هذا الضرب إيفينج يختلف عندي من سير كوشينج سيندروم صار تيوما هذه اللوز تروح ماكو سيركاد إذا 24 أورز هاي عشان لوز أف سيركاد يا ريذن الريذن يعني أكو يقع مثلا الصبح عادي والمغرب له هذه هرمونز أكو هرمونز بالعكس الصبح له وأت نايت هاي إذا هذه أسوي بشيء أتمر بوقت إيفني هذا السيركاد يعرفين لوست بعد ما يظل 24 ساعة صاعد هذا لوست أف السيركاد يعرفين أسوي لهم 24 hours 24 hours يورين كورتيزول أجمع يورين كلك يورين 24 ساعة أشو ايش قلبي؟ كورتيزون اذا طلع هاي ناخذ هاي سسبشن نعطيهم لو دوز اور اوفر نايت دكسامفازون بالليل نعطيهم دكسامفازون واشوف الصبح شيل عندي كورتيزون يقول اوفر نايت لو دوز لو مو عالي لو دوز او دكسامفازون سبريشن تيست لودوز اللودوز يعني واضحة أنت نايت بالليل نعطيهم لودوز أبتكسا ميثازون سبريشن تيست وأشوف الصبح جيل عندي كورتيزون هسا إذا صار عندي سيركاد يرتم له راح لوست وصار عندي 24 ساعة سويت الكورتيزون ما يورين طلع عندي هاي وانتهت لودوز أبتكسا ميثازون سبريشن تيست ما صار سبريشن ناخذ احتمال شو؟ احتمال كل شيء صار لكن هسا أنا ما أعرف هذا كل شيء منين جاي جاي بتوتري لو جاي من أدرينا السكند ستيب ستيب كونفيرم ذا كوز كوز أشوف كوز ليش ما في شيء صار أسألي هذا صار عندك شيء عرفت شيء هسا أشوف شو الكوز ما في شيء صار منين جاء بتوتري اكتوبك يا ترى منين جاء هذا إذا أي تروجينيك أنا أدري أنا متهم أسأل باش تحت يشتري لكن هسه أنا إذا عندي اكتوبيك أو تيومر في توتال شلون أقول أكونفر أسوي لهم هاي أسوي أي سي تي اتش أسوي أي سي تي اتش هورموس اللابراتوري أقول أريد أي سي تي اتش إذا جاني أي سي تي اتش هاي أورلو يا اما هاي اورلو اشوف هسه على هاي اذا هاي منين جا يا اما بتوتري يا اما اكتوتري صحيح اي سي تي اتش اسيب اي سي تي اتش اي ادينو كورتيكوترا بكورنو اشوف هاي اورلو اذا هاي سبب يا اما بتوتري يا بكتوتري يا
يعني مكتوب بتويتري بتيومر اور اكتوبك. حتى اميز علي بتويتري من اكتوبك شو اسوي؟ هاي دوز اوف دكسا سبريشن تيست انت هاي دوز هاي دوز اعطيهم مراقبة اوفر نايت هسه اعطي 0.5 في 4 hours 4 48 ساعة اعطيهم هاي دوز قص الساعة اعطيهم 0.5 48 ساعة يوم واشوف سيرة كورتيزول اعيدها هذا السكند ستيب كونفير ذا لا هو رئيس تو رئيس اسمي اي سي تي اتش ادرينو كورتيكو تروبيكول اذا طلع عندي هاي هاي ادرينو اي سي تي اتش طلع عندي هاي يا اما بتوتل يا اما اكتب بتوتل اكتب شو اسوي بالحاله هذه اقول بتكتب انت هاي دوز او ديكسامفيتازون سبريشن هاي دوز وقت 24 ساعه اشوف الكورتيزون اذا صار عندي سب سبريشن اكل سب سكوات حتى لو قليل اكل سكوات ها شوف العلم بتوتل التيومر واذا نوت ريسبوند هذا اكتب ليش حسب اذا انا انطيت هاي دوز ادكسامفيتازون سبريشن تيست انطيت 48 ساعه كل ست ساعات انطي 0.5 48 ساعه وقت 48 ساعه اشوف الكورتيزون اذا صار عندي سب سبريشن ايفن سبر ايفن لو حتى لو قليل هذا شو بتوتري ليش بتوتري؟ ما بتوت ايفن بتوتري تيومر اكو لا زال اكو ريسبوند لكن اذا كومبليتلي نوت ريسبوند اقول عليك توبك اكتب ليش؟ اكتب نوت ريسبوند كومبليتلي اكتب اكتب انفولنتري اشتغل اول مره شو اسمه؟ تروزن ساينس سام يعني الساينس البنس درينج اكتوتري جراند تاخذ سام هسه انا اعيد لكم اياها سويت اس تي اتش وطلع هاي الهاي يا اما بتوتري يا اما اكتوبك حتى اثبت اني اسوي ديفينيشن بين بتوتري واكتوبك اسوي هاي دوز ارتكسيميثازون سبريشن تورت فورس وبعدين اسوي كورتيزون اذا صار سب ريسبون اكو سبريشن ايفن فيري لو اماونت هذا اقول على بتوتري ليش؟ لان بتوتري ايفن ان سبايت بتوتري تيومر ذير از سب ريسبون لكن اذا ما صار كوبريتي نوتسب ما استشهد نهائي شو اقول علي هذا؟ هذا اقول علي اكتوبك هذا اذا شان عندي هاي اذا شان عندي لوب سويت اي سي تي اتش طلع لو اي سي تي اتش لو اي سي تي اتش هذا يكون علي ادرينال ليش ادرينال؟ ادرينال يعني صارت ادرينال وصار سبريشن باسيتا اذا ادرينال ادرينال تيومر معناته بتوتر هيلثي فمن يصير هاي هاي كورتيزول راح يصير سبريشن يصير نيجاتيف فيدباك وطلع عندي لو اي سي تي اتش لو لو ادرينال ادرينال لو معناته الكوز هو ادرينال شو ليش بادرينال؟ يا اما سي ادرينال ادينوم ادرينا كارسينوم تيبي لا عفوا هذا مو تيبي ادرينا ادينوم ادرينا كارسينوم ادرينا ادينوم ادرينا كارسينوم ادينوم يعني بناي ومريض نفسي هسه هذا صار عندي كونفيرم سويت كيك فيتشر كوزز مالها صار عندي ايديا انه شو الكوز او كل شيء يصير الكوز ما كوش يسلم وعلى هذه أنت تريتمنت أكوردنج تو ذا كوز إذا أكتب بك أكتب إذا بتوتر إذا أدريت هذا إذا شاء عندي هاي بر سكريش إنكريس سكريشن أف ذا أدرينا إجرا إذا صح بابا أكيد لا
صار عندي ديكريس ادرينال فيلر. اسمي اديسون. اديسون ديزيز. من سير ادرينال فيلر هي ادرينال فيلر. بعد نو سيكريت كورتيزول. يا اما ادرينا تيومر هيمورج تي بي يا تروجينيك تيومر صار بيها صار فين تيومر صار بروجين صار نيكروس مات او هيمورج صار ادرينا جراد هيمورج راح صار هيمورج وصار نيكروس مات او تي بي تدرب السد او يا ترى اتروجين شو سو اوبريشن وشال ادرينا ما بقى عنده ادرينا هاي ساعتها يصير ادرينا فيلا ما بقى كورتيزول ما شنو كليك الفيتشرز شو البيش عارف هاي البيش هو دكتور بس عندي الكوزي هذه تيومر هسه ادرينا بعد ما عندي ادرينا ما تفز ليش ادرينا جراد صار فيلا بعد ما تفز سكين البتوتري هاي امور اخرى بعد اساعدها بعد اشياء ما تنتهي لكن هسه فقط ادرينا فيت شنو ايش ادرينا فيت؟ تيومر التيومر بالادرينا جلاند صار بريشر نكروسيس يضغط عليه وتموت صار عندي هيمورج اي كوز اي هيمورج صار عندي نزف وبريشر ونكروسيس مات ما يجي يبرد صار عندي تيب التيب تدرب سيلف لاو صار تدرب سالة فابروس وكاسيكي شنو مات؟ هي اتروجينيك يعني نسوي عمليه شو الادرينا جلاند الاوبريشن صار ادرينا فيلر بعد ما عندي اي سمي ادوسن ادوسن ديزيز يعني ادرينا فيلر اكليك الفيشر معناها بشت بعد ما كورتيزول يجي لاسيتيود يعني تعبان انوركسي فقدان شهية نوزيا لعبان نفس فومتنج دياليا مرة يكون عنده هايبوتنشن هايبوتنشن بيل بيل سكيل هذه تاكليك الفيشرز اوف ذا ادرينا فيلر ادوسن ادرينا فيلر ادرينا فيلر وكوز مالها عارف كليك الفيتشرز مالها شنو؟ شنو قلت شنو عادي مثلا؟ يجي تعبان طاقة ما عندي اسهال دياري هايبوتنشن بوستشر هايبوتنشن دوخ هو واقع ديسكريج الفيس مال بير يكون بير سكن انت شك هذا ادرينا فيلر اسوي استيكيشن اسوي له كورتيزون كورتيزون تريتمنت فردني سوري بريدنيزون تريتمنت عندكم سؤال روحوا ما عندكم سؤال نقول